أنا كندا بحب الدنيا كده وبحب الحياة، مش عايزة أحس اللحظة إني كبرت، عايزة على طول أحس إني طفلة صغيرة. لسه عندي نفس المشكلة اللي كنت بعاني منها وأنا صغيرة، ما بحبش الصحيان بدري. كندا انت لسه نايمة؟ ولسه بتضايق من نفس السؤال. ما هو أحلى حاجة في الدنيا شوية النوم اللي بيبقوا على الصبح دول. كندا انت يا بنت، الواحد يعني ممكن يبيع عمره كله وينام، بس هنعمل ايه؟ كبرنا ولازم ننزل ونروح نشوف شغلنا. معقولة؟ مش معقول كده يا بنتي، لازم يبقى في حاجات في حياتك تهتم بيها شوية، أنا مش عايشك طول العمر. يلا يلا. ها؟ صباح الخير. صباح النور. خدي بالك من شغلك كده واجتهدي. حاضر. خليك زي أختك الصغيرة. طب ممكن حضرتك تخرج عشان أنا أستحمى؟ طيب، 10 دقايق وتبقي على ترابيزة السفرة عشان الفطار، وإلا هرجع لك تاني أصحيكي. حاضر. اوعي تعملي تاني. كندا يلا. انا خلاص لبس، انا بلبس بس بقى. وبعدين ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ مش معقول يعني، مش هتتغيري ابدا. ايه اللي حصل يا بنتي؟ انت إيه؟ بتشتغلي في شركه تسويق عقاري كبيره محترمه، يعني المظهر ده اهم حاجه فيها. ايه بقى اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ماله مظهري يا بنتي؟ ما انا زي الفل اهو. ده انا قمر. قمر؟ انت كده بتقولي لهم يطردوكي. يلا احسن. لا طبعا مش احسن. اتفضلي روحي البسي لبس مناسب لشغلك، وبعد كده عمري ما هوصي حد يجيب لك شغل، ولو قالوا لك لا بعد كده هتقعدي في البيت. اتفضلي روحي غيري. ايه ده؟ معلش معلش يا بابا، ما زعلش نفسك. معلش. يا رب يا رب يا رب، انا مش عايز، انا يا رب. زهقانة وقرفانة ومش طايقة الشغلانة على اللي جاية من سكته ومش نازلني من زور. ليه بقى؟ ايه اللي ليه؟ انت بتعرفيش ابوك عايز يعمل ايه؟ ابويا بيرسم على ايه يا نصحة؟ لو النبي صحيح يا اختي، ابوك عايز يجوزني صاحب الشركة. طب ما انت فاهمة اهو كل حاجة. ايوه يا هبلة، ما انا فاهمة بس انا مستعبطة. يا كندا يا حبيبتي، ممكن اسألك سؤال؟ نعم. انت ليه مش عايزة تتجوزي؟ يا بنتي يا هبلة، مين قال لك كده؟ ده انا هموت واتجوز، ده انا السنه الجايه ممكن تلاقيني نزلت الشارع وقمت خاطفه لي اي راجل كده وقلت له يلا تعالى انا اتنيلت اتجوزتك. طب ما هو الراجل جالك لغايه عندك اهو. يا بنت قلت السنه الجايه مش دلوقتي، حاليا انا نفسي في حاجه معينه. ايه بقى اللي في نفسك دلوقتي؟ نفسي في واد كده حليوه، طول بعرض، عضلات، ريحته حلوه، يبقى تخرج لي كده من الكتالوج، يبقى البنات هتموت وتاخده مني. يا حبيبتي انت كده بتصعبيها على نفسك، علشان اللي موجود في البلد دي هو صنف واحد مفيش غيره. اللي هو؟ اللي هو كده ايه، بسم الله ما شاء الله كده، تلاقيهم عضلات قد كده من هنا كلهم، بس تيجي على تحت بقى وتلاقي الكرش ضارب كده لبره زي البطيخه. ودلوقتي بقى الجديد ايه؟ كله عامل لي الدقن والشنب مع بعض، تلاقي دقنه كده وشنبه قد كده وشعره قد كده، حاجات انا انا هو ده مش هيمشي معايا النوع ده. انا عايزه حاجه خاصه. خلاص عليكي بقى تاخدي الطيارة وتطلعي فين؟ هولندا بقى، بولندا، فرنسا، هتلاقي حاجات حلوة كده. أو سويسرا مثلا. بس ساعين يعني تحسي الواد من دول تلم مهبط منك كده. أنا عايزة حد حمش ياما، عايزة مصري كده يقولي تعالي هنا يا أختي أنت كنت فين؟ حلوة أوي، خليكي بقى قاعدة في أوضتك كده لغاية ما يجيلك اللي يقولك أنت كنت فين، ماشي؟ أقولك على حاجة أحسن؟ آه. قومي يا أختي غيري اللي أنت عاملاه في نفسك ده والبسي حاجة عدلة وروحي الشغل. سلام يا شيخة. انت بلاش كلام فاضي، ده انت شيخة قرفتيني يا شيخة.
ايش ينادى كتير ده؟ لا انا زهقت ومش عايزه اشتغل. انا عندي ميعاد مع مدير الشركه. مين حضرتك؟ قولي له كان ده نور الدين. ليه؟ ايه هو اللي ليه وعشان ايه؟ في ايه؟ انا الموظفه الجديده. طيب اتفضلي ارتاحي غير لما ابلغه. الو يا فندم. ايه اللي انتوا بتعملوا ده يا جوجو؟ ايه؟ اللي ايه؟ إيه استنى جلدة. استنى. ايه؟ ايه؟ انت فهمتي الحوار غلط. لا والله صحيح. اجيلك بقى وقت تاني تكون فاضي. هاك انت انت شغلي خلاص موجود. شغل مين اللي خلاص يا عم؟ ده انت محتاج وقت كبير قوي على ما تختار المناسبة. ربنا معاك بقى ويديك العافية والصحة. انت فهمتي الحوار غلط. البنت كانت عايزة تقعد والكرسي جوه بايظ. بايظ. لا والنبي صحيح. اضطرت تقعد على المكتب، اعمل ايه؟ لا والنبي صحيح. انا يا اخويا اللي اعرفه ان المكتب بيبقى ليه كرسي عشان يتقعد عليه، مش تقعدهم على سطح المكاتب. طب تعالي افرجك على مكتب. يا عم انا بحب شغل المكاتب، تصدق ان انا بحب شغل الشوارع؟ تصدق؟ لك انت ما يبقاش دماغك ناشف بقى. اعملي نفسك ما خدتيش بالك. تعالي اوريكي مكتبك. ها ايه رايك في المكتب؟ انا مش بتاعه مكاتب. اكن استنى اهدي كده وانسي وخليكي حلو. انسى ايه؟ بص انا هجيب لك من الاخر عشان ما نقعدش نفرهد في بعض كده. انا احبك. ماشي. انا مش هتجوزك كده. ما احبكيش. ليه بقى؟ ما انا عارفه ان انت كلمت بابا وهو قال لك هات هتشتغل هنا عشان تكون جنبك، صح؟ وانا بعد ما جيت وشفت اللي شفته مش ممكن اتجوزك. لسه بقى عايزني اشتغل ولا اروح بيتنا؟ لسه عايزك تشتغل. ماشي. ماليش نفس. طب اخبار جابر ايه؟ بقى بالذمه في واحده بالروقان ده ويبقى في حياتها واحد اسمه جابر؟ انا اتجوز واحد اسمه جابر؟ يعني اقول له قوم اصحى يا جابر يلا بينا نخرج يا جابر؟ ايه القرف ده؟